السلام عليكم، تحياتي جميع متابعي القناه عائده الغربه. اليوم في هذا الفيديو هذا غادي نتكلم على واحد التغيير فيما يخص الزواج المختلط كونجوان فرونسي، يعني الناس اللي مزوجين فرنسي او لا مزوجين مغربي جزائري تونسي عندهم جنسيه فرنسيه بالمغرب. دونك كاين واحد التغيير اللي انه عجبني بزاف منين عرفتو ديريكتومون بارطاجيه معكم، لانه ولد الشعب كيحسب ولد الشعب. دونك التغيير ولا اول نقطه غادي نتكلموا عليها اللي غتكون بالنسبه لينا فرحاتني بزاف هو بالنسبه للناس اللي كان ديما كيجيب كيسولوني كيقولوا لي خويا خير الترجمه كيف غنترجموا، شنو المترجم؟ واش مترجم محلف؟ واش مترجم ماشي هو هذاك؟ خصنا نترجموا شنو من الوراق اللي خصنا نترجموا؟ اليوم غادي نعنيكم لهاد النقطه هذه وغادي نقول لكم ان المغرب سي بون ولا كيقبل في الزواج المختلط الوراق، يعني باللغه الفرنسيه ما كاين حتى شي مشكل، يعني ما بقيتناش مجبرين نترجموا خمسه ديال الوراق، بكل ورقه ب 300 درهم، يعني ضربها في خمسه كتعطيك 1500 درهم فابور كتضيعوها في سبيل الله كتمشي، وحنا محتاجين ليها في الزواج ومسائل ديال الزواج وزيد 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 الخبر في راسكم. دونك اليوم ما غاديش نترجموا الوثائق ديالنا للغه العربيه، سي بون راه دايزين، يعني العدل ما عنده ما يقول لك، غادي ياخذ منك الورقات ديالك واخا باللغه الفرنسيه هانيه ما كاين حتى شي مشكل. هذا هو فرانشمون الخبر اللي فرحني بزاف، فرحني وعجبني الحال لحقاش بزاف ديال الناس كيضربوا الحساب، يعني المترجم محلف وسير واجي، وكاين اللي مسكين ما عندوش وزيد وزيد وزيد، كاين اللي كيتقاتل وتمارى على والو، دابا هنيا وراحه ما كاين حتى شي مشكل. هذه النقطه فيما يعني هذا هو التغيير، يعني التغيير الجديد اللي داروا هذه السنه هذه ما كاين حتى شي مشكل. دابا نتكلم على بعض الاسئله ديالكم اللي كنتو كتسولوني ولا اللي سولوني الناس اللي سبقوكم، بما انكم نتوما جداد يعني عدد يعني اللي غايشوفوا الفيديو عاد باغيين يتزوجوا، ربما كانوا بعض الاسئله كانوا سبقوني من الناس اللي تزوجوا ديجا وبغيت نشاركهم معكم هنايا. الوغ بالنسبه كيسولوني دائما بالنسبه للشهادات الجنسيه الاخوان، الناس اللي غتزوجوا بالزواج المختلط بزاف من يعني بزاف اللي سبقوكم كانوا كيقولوا لرجالهم لعائلتهم جيب لي معاك الشهاده الجنسيه ولا ما غاديش نتزوجوا ولا غنتعكسنا الامور، وداك اللي في فرنسا مسكين كيمشي كيتحارب كيتقاتل كيتحارب كيتقاتل باش يجيب لنا الشهاده الجنسيه، وهي سهله شهاده الجنسيه كتعوض ب لا كارت ديدونتيتي، يعني فوتوكوبي ديال لا كارت ديدونتيتي ولا الباسبور كيعوض لينا ديك شهادة الجنسية. ما تحمقوش راسكم، ما تحمقوش داك الشخص اللي كاين في فرنسا، سي بون. دونك هادي نقطة حليناها وهاد السؤال حليناه. حسن السيرة، دونك حسن السيرة بالنسبة لي كنتوما كان دونك بون السؤال طاح لي في راسي، كانوا ديما كيسولوني واش نجيبها بالعربية ولا بالفرونسي ملي نمشي نخرجها، شنو نقول ليهم؟ يا سيدي راه كتخرج باللغة الفرنسية وما كاين حتى شي مشكل، يعني هانية، وحتى خرجات لك بالعربية ما كاين حتى شي مشكل. دونك نقطه واحده اخرى، بزاف ديال الناس من الزواج المختلط كيسولوني كيفاش كدوز ديك لو ترونسيان ديال الكوميساريه، هي ماشي الكوميساريه، الكوميساريه نورمالمون شو كتسمى العمل او شو كتسمى هذه يمكن العمل، المهم الكوميساريه الكبيره واخيرا هي ماشي الكوميساريه، باش نكونوا منطقيين كيدخلكم في بلاصه ماشي ما يعني ما تابعش لا بي جي ولا الكوميساريه وديك التخربيق، ولكن المهم واحد البلاصه خاصه بهذا لي تروتيان ني اوتروتيان. فرانشمون هاد الاوتروتيان هادي ما تعطيوهاش حجم كبير، عادية جدا، ما كاينش فيها الرفض، ما كاينش فيها الرفض ديفينيتيفمون، ما تفكروش في الرفض كاع فيها، ما عندهم ما يديروا لك، كتدخل انت والزوج ديالك ولا انت والزوج ديالك اللي هو فرنسي، كيدخلوا كيسولوكم عادي دي كيستيون عادي، دونك شنو عندك بحال عندك بخوتك شحال عندك بعائلتك شحال طاق 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 انت شحال طاق طاق شنو المستوى ديالك الدراسي شحال كيتخلص، هادشي اللي كيسولوكم ما كيسولكمش بعيد 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 و سي بون، هادشي كلشي هادشي اللي كيسولو، يعني ما عندكم اللي تخافو. كنشوف بعض الناس كيقولو بعض اليوتيوبر كيقولو فهاد لوتروتيان هادي ردو البال في هادي ردو البال فيها، وغيسولوكم بزاف على المعلومات ديال باك ومخرج جداتك، ومن الاحسن قولوا لراجلكم يجي معاه الحاله المدنيه ديال العائله ديالو. واو 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 يا وهي ناري وهي ناري وهي ناري، شحال بعض الناس اللي كيعطيو المعلومه كيزيدوا فيها شي شويه جو سي با علاش اخوان، راه عادي وحتى ما تكونش حتى ماشي عادي ما عندهمش الحق انهم اصلا يقول لك لا، لان هذه المرحله هذه فهي غير بروتوكول، ما تدخلوا لا مخلوعين يعني لا مدافعين، عاديه جدا عاديه جدا. دونك نمشيو لشنو كاين موراها. الوغ بالنسبه
نقطة أخرى اللي كان ديما كتلقى إشكال يعني مع الناس اللي سبقوني في اللي سبقوكم نتوما وكانوا ديما كيسولوني في هذا الزواج المختلط، هو القضية ديال لو كازي جوديسيير، يعني السجل العدلي ديال ولا الحسن السير ديالو مثلا، ديال ما عرفتش كيفاش كنسميوه، من السجل العدلي كتسمى اللي خصو يجيب الطرف اللي كاين في فرنسا نورمالمون، هذه كيجيبها من هنا، كيجيبها نورمالمون من الرباط في المغرب، كيعطيوها له بما انه زعما كاين ما عنده حتى شي مشكل في المغرب او هذه النقطه هذه او هذه القضيه هذه بزاف ديال الناس كنشوفهم لي كوبل كيمشيو كيجيبوها من الرباط، مثلا انت ساكن في اكادير تمشي حتى الرباط تجيبها، ولا انت انا كنعرف الدراري معايا مثلا معايا في مكناس كيمشيو حتى لمكناس كيمشيو حتى الرباط يمشيو يجيبوها، وكنبقى كنشوف فيهم كنتفرج فيهم. يا اخواني الاعزاء هذه القضيه هذه ما كتستحق انكم تسافروا عليها حتى للرباط وتجيبوها، لان عندكم الحق انكم تطلبوها في مدينتكم تطلبوها. مازال عاقل في وقيتي انايا كانت كنا مشينا طلبناها في محكمة الاستئناف، ومن بعد يومين مشينا جبناها. دابا عطاوكم واحد لو سيت انترنيت، يعني واحد الموقع كتدخلوا كتطلبوها، ما محتاج اصلا تمشي عندهم كتطلبها، وابخي كيقول يعني بعد يومين كتمشي كتخرجها، يعني ما غاديش تمشي دو فوا، دونك سهلوها بزاف، سهلوها كي تهلاو زعما في السما شي بعد المرحله ديال الزواج، يعني بما انكم دزتو السي سي ام السلام عليكم حجيتو، كتبقى الفيزا لو الفيزا سي اوتر شوز، هادي تكلمت عليها في دي زوتر فيديو. دونك السجل اللي تكلمت عليه شنو بقات لي، بقات لي سؤال واحد اخر، الشهاده الطبيه ولا يعني المهم الشهاده الطبيه ديالكم، الزوجة المهم اللي موقع في المغرب غادي تجيبها في الأجيبة من المغرب، تقدر تجيبها في طبيب بريفي ولا يعني ديال العموم، أما بالنسبة اللي كاين في فرنسا يقدر يجيبها معاه ويقدر يديرها في المغرب. هذا هو السؤال اللي كيسولوني، واش يديرها في المغرب لا وحق ما لقاش رونديفو قرب يجي عاد دابا تفكرتها ولا عاد دابا ما تفكرتهاش، واش تيجي للمغرب ويديرها؟ تيجي للمغرب ويديرها. أنا كنت درتها في المغرب أنا والزوجة ديالي، يعني ما كاين حتى شي مشكل كنت قديتها في البريفي دغيا دغيا 100 درهم باش قادوها لنا، 100 درهم 100 درهم ما حمقتش راسي، انا كنت قليتها فابور بما انني كنت كنعرف الطبيب. المهم اونتر بارونتيز سيرو عند كما قلت لكم، يعني الطبيب بريفي غيقاد لكم 100 درهم 100 درهم وانتم مرضيين ما كاين حتى شي مشكل ما كاين. اي فوالا، كنتمنى انكم تكونوا استفدتم من هذا الفيديو بزاف وعطيتكم المعلومات اللي كنتو محتاجين ليها، في حال ما كانوا شي دي كيسيون واحد اخرى خليوها لي في يعني في التعليق نحاول نجمعها ونجاوبكم عليها في فيديو اخر. دونك مع تحياتي دمتم في رعايه الله.